السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. زي ما تشوفون احنا الان مسافرين ماليزيا، فلا تفوتكم سنابات. تعالوا سناب الان صور الشاشه، حياكم الله. فعاليات وشغل نظيف، كل عام وانتم بخير. خليكم على المقطع يا جماعه الخير. تحسبوني بنسى متابعيني؟ والله ما انساكم. والله بسم الله، الان عيدية المتابعين، والعيدية تعتمد على حظك. اليوم جايب لكم جهاز اللي يخلط الورق عشان ما حد يقول رايد يغش ولا ما يغش. اللي مو فاهم اللعبة شرحتها بالجزء الاول. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله، شلونك؟ طيب الحمد لله. شلونك؟ حالك؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. الان بخبص الورق، قل لي وقف. تمام، وقف. بسم الله، وقفنا هنا. عندك سكيب واحد، اول ورقة نشوف وش هي. بسم الله الرحمن الرحيم. من بداية حظك، الله يستر. طلعت لك صورة، نسوي لها سكيب ونبدأ من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين، هلا والله. طلعت لك صورة ثانية، والله حظك يعني شوي، ان شاء الله انه يزين المرة الجاية. ولكن والله لا اعطيك فرصة عشان العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر يا حسين، فزت معنا بخمسين ريال إلى الآن. بتكمل يا حسين ولا تقول لس في صورة بتجيني بسوي سكيب؟ لا بكمل. بسم الله، والله حسين صامل. حسين، ورقتك اللي بتطلع لك الآن ربحت 60 ريال، طلع برصيدك 110. سكيب على طول. سكيب؟ اي على طول. حسين يمكن يطلع لك جوكر. الجوكر فيه 500 ريال، ويمكن فعلا يطلع لك صورة بتخرب عليك، بس انت سويت لها سكيب تضبط معك. لا سكيب سكيب سكيب. بسم الله، الورقة اللي بنسوي لها سكيب. الله اكبر، طلعت لك صورة. الحمد لله انه سوى سكيب، ما شاء الله تبارك الله. الان حظك حلو. كمل كمل. نكمل يا حسين. ربحت معنا 20 ريال، وصار برصيدك الآن 130 ريال. كمل. بسم الله، يكمل. الورقة اللي تطلع لك الآن وتخليك تستمر وتربح أو تخسر كل شيء. الله أكبر، ربحت معنا 40 ريال يا حسين. خلاص بس وقف. ها يمكن يطلع لك جوكر. لا 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 بس خلاص وقف كذا، عدل بدل. يعطيك العافية، بس بس وقف خلاص. ما شاء الله. طيب خلنا بشوف وش الورقة اللي تطلع لك لو كملت. يلا. كانت تطلع لك 80 ريال زيادة، نشوف اللي بعدها ايش. كانت 80، بعد تطلع لك صورة. ربحت معنا يا حسين، ألف مبروك يا حسين، ربحت معنا 160 ريال. اسمي ركان. ونعم والله ركان. ركان فاهم اللعبة؟ أكيد. إيه شايف المقطع مالك. ممتاز. طيب أول شيء خلنا نخلط الورق بالجهاز اللي يخلط الورق. أوكي. طيب أبخبص أنا بيدي. إيه؟ وأنت قل لي بس. بس بس خلاص. وقفنا. بسم الله، هذا إيه؟ الورق بالنص، طلعت لك صورة، والحمد لله أنه مو بنص اللعب. فبداية اللعب تتسكب الصورة. ما في سكيب. لا لا بدون. روح. الله أكبر. إيه؟ ركان ربحت 100 ريال الآن. قل أقسم بالله. والله العظيم ربحت 100 ريال. الحمد لله. طيب ركان بتكمل الحين ولا بتقول احس في صوره سوي سكيب؟ ممكن استشير شوي، استشير شخص جنبي. خذ راحتك. يلا عادي نسمع الاستشاره. والله شكرا راح. ركان هل تسمعوني؟ اسوي سكيب؟ اي نعم. سويت سكيب بالصوره، الحمد لله انك سويت لها سكيب. لو رفعتها انت بتخسر المية. نكمل. يلا تكمل. اما غنات الذيب ولا فقره. اما غنات الذيب ولا فقره. ركان الكرت اللي بيطلع لك الان هو ربحت معنا 80 ريال، صار بصيدك 180 يا ركان. خلاص بس وقف 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 ركان، يمكن يطلع لك جوكر ابن الحلال. مشكور والله مشكور. خلاص بس عدل بدل. مشكور يعني تبي عيديتك 180 ريال بس. 180 ريال. ألف مبروك 180 ريال يا ركان، وكل عام وانت بخير. محمد. محمد جاهز؟ اي جاهز. عارف اللعبة؟ هي اللي هي طيب. عندي سكب واحد. يا سلام عليك. بسم الله. اوكي. بس وقفنا. اول كرت بيطلع لك الان هو ربحت إيوه. معنا 60 ريال. الكرت الثاني يا حمود وهو يا رب يا رب ربحت معنا 70 ريال، وصار رصيدك 130 ريال. ها بتكمل ولا سكب؟ خلاص مرة واحدة زيادة، آخر مرة خلاص. يعني نكشف ورقة. شوف أنا ما بيك تتردد،
حمود ما بيك تردد ابدا، ابيك تصير صارم، قل اكشف ولا قل اكشف مره اكشف. بسم الله مره كرتك هو يا حمود. اخ للاسف يا حمود ربحت معنا 30 ريال وصار رصيدك 170 ريال. ها ربحت 30 يا خالد حمود 130 عفوا 130 و30 صارت معاك الان 160 ريال. اذا انت حاس انه في صوره سوي سكيب، اذا انت تقول لا والله حظي ماشي اخذ كب عدل بدل سكيب. طيب يا حمود ورقه سكيب اللي بنسوي لها سكيب هي للاسف الشديد 40 ريال سويت لها سكيب. او ماي جاد ايه والله اهم شيء شوفتك يا قلبي يا بعد قلبي. وانا بروح اخر مره وان ما طلع لي شيء والله ما قصرت والله يعطيك العافيه يا بعد روح يعني نكشف اكشف يا رايد دربي بسم الله. صار معك 250 ريال ربحت 90 ريال طلع لي طلع لك 90 ريال فصار بحسابك 250 ريال. حمود بتقول ان حظي والله انه ماشي خلني اكمل ولا بتقول لا 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 ستوب 250 حلوه وطيبه يعني بتاخذ 250 ايه يعني بتنسحب ايه. حمود اخر كلام يا اخي دام قلت لي كذا احسها واحسها رقم ما ادري اخر كلام تنسحب ايه. ألف مبروك 250 ريال يا حمود تستاهل وكل عام وانت بخير يا بعد قلبي. أوريك الكرت قلبي. اللي مفروض لو كملت تاخذه الكرت كان 100 ريال وبيكون برصيدك 350. أوه ماي جاد سحبت على إك أنا. أيوة الكرت اللي بعده بتشوفه بالمقطع برضو لأن نزل المقطع بيتم بتشوفه. الكرت اللي بعده بيكون 90 ريال وبيصير بحسابك 440 ريال. الكرت اللي بعده بيطلع 90 ريال برضو والله العظيم اللي ما أكذب. الكرت اللي بعده بيطلع لك 80 ريال. الكرت اللي بعده برضو 80. الكرت اللي بعده 30. الكرت اللي بعده صورة وبتخسر كل شيء فتقدر تطلع فوق 700 ريال لكن قل الحمد لله الحمد لله ما أدري يمكن يمكن إذا لعبت أنت يطلع لك صورة ما أدري. جاهز اللعبة أبخلط أنا وقل لي بس تمام بس بس ولا كمل يلا كمل بس يا سلام. هذا الورق بالأرض الآن صار والله وات الله وأيم الله أنه داخل الورق الآن هذا في جوكر والجوكر 500 ريال ممتاز. أول ورقة ممكن هذه يمكن تجربة لحظك أول ورقة 50 ريال بس هذه سكيب. أوه لا لا أول ورقة ربحت معنا 50 ما ليش حلو أحسنت الآن ربحت معنا 50. الكرت الثاني تبغى سكيب ولا بتكمل؟ أقدر أسكب وأقدر أكمل يا سلام عليك إذا حسيت أنها صورة قل سكيب. هالراح يلا يعني نكمل بسم الله. عبد الله عبد الله ونعم عبد الله. عبد الله كرتك الثاني هو 100 ريال وصار برصيدك 150 ريال. حلو حلوين يا عبد الله حظك الى الان ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب انا سكب هذه تسكب هذه الورقه اللي سويت لها سكب يا عبد الله 100 ريال والله انك سويت 100 ريال سكب. أنا أكمل تكمل بسم الله. الورقة يا عبد الله هي للأسف للأسف طلعت لك صورة يا عبد الله لكن أقول لك شيء إيش. ألف مبروك ربحت 150 تستاهل حبيبي تستاهل عشان أعيد وكل عام وأنت بخير يا عبد الله. وأنت بخير لونك طيب الحمد لله. الاسم الكريم سعود. سعود انا بخبص وانت قل لي بس تمام تمام اقول وقف يعني ايوه حطها. يلا بسم الله وقفنا. اول كرت يا سعود اول كرت هو الله اكبر يا سعود فزت بجوكر والله انك فزت بجوكر 500 ريال الحمد لله والله انك فزت ب 500 تستاهل اقسم بالله. طيب سعود بتكمل ولا بتنسحب؟ هني بكمل. يلا بسم الله سعود بيكمل. الكرت اللي بعده سعود طمع. ايه سعود طمع قال 500 ما تكفيني. الله اكبر ربحت معنا 100 ريال وصار برصيدك 600 ريال يا سعود. بتكمل يا سعود ولا بتنسحب؟ لا لا بنسحب. عندك سكيب
سوي سكيب، تقدر تسوي سكيب ترى قبل تنسحب، تشوف يمكن اذا حسيت انها صوره. يلا سكيب، نسوي سكيب. صامل، صامل بسم الله. سكبت 100 ريال يا سعود. وش يعني؟ يعني راحت عليك 100 ريال الان. هل بتكمل يا سعود ولا بتقول لا والله اني اكتفي ب 600؟ لا بكمل. سعود الكرت اللي طلع لك الان وشو؟ انا اسف خسرت 600 ريال ورب الكعبة. سعود ليش طمعت؟ هذا ابن ادم كذا طماع، يبي 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 يبي. يلا ما عليه. فراس احمد، حياك الله فراس. فراس فاهم اللعبة؟ ايوه فاهم. جاهز ولا شوي؟ نص نص. هذا الجوكر يا جماعة الخير بنحطه بالنص وبخلط من جهة واحدة. بسم الله بخلط وانت قل لي بس. ها بسم الله 3 2 1 اكشن. بس وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت لك صورة، امزح معك، طلعت لك صورة بس بنكمل. يلا طيب فراس، اول كرت ربحت معنا 50 ريال. الله اكبر يا عمري. طيب. عندك سكيب واحد، سوي سكيب على طول. سكيب على طول. ايوه عد البدل يمكن. ها كمل كمل يا رب. يا فراس ربحت معنا 20 ريال وصار برصيدك 70 ريال. ما ابغى اكون طماع، اكتفي الحمد لله. تكتفي ب70؟ ترى عندك سكيب، اذا حسيت انه صوره سوي سكيب عادي. لا الحمد لله القناعه موجوده. تفضل. من متى تتابعني؟ من زمان ولا قريب؟ والله من زمان. طيب توثق فيني ولا ما توثق فيني؟ أوثق فيك بإذن الله. كمل يا رجال، روح يمكن يطلع لك شيء حلو. روح يلا. بسم الله. فراس ألا أنا آسف يا فراس. والله ربحت معنا 100 ريال وصار برصيدك 170 ريال يا فراس. يا عمري قايل لك أنا أوثق فيني. خلاص الحمد لله اكتفي، ما ابغى اكون طماع بزياده. الف مبروك، ربحت معنا 170 ريال يا فراس، وكل عام وانت بخير. بنرفعك فوق اول ما نخلص ان شاء الله، بنتواصل معك. تمام زين. يلا وقف. وقفنا الان يا بسم الله. اول كرت طلع لك يا حميد ايه؟ صوره. الصوره اول شيء ما تحتسب. يا سلام عليك. لا انت متابع صح؟ احسنت. ايه متابع. بسم الله. لا تنسون الكود RA2. الله يسعد هالوقت. شكرا يا حميد. حميد هلا. ودي اني افوزك عشان قلت الكود، والله ودي اني افوزك، لذلك طلعت لك صورة مفروض تطلع ورب الكعبة انه مفروض تطلع، ولكن بخليك تكمل الكرت الاول. يا رب ربحت معنا 80 ريال يا حميد. اللهم لك الحمد. طيب حميد بتكمل ولا تحس بتطلع لك صورة تسوي سكيب؟ شوف أنا بتوكل على الله وقول يا رب، وبإذن الله نكمل. بسم الله بيكمل الكرت الثاني. يا رب. يا رب أنت ربي. هلا رايد. ربحت معنا 60 ريال، تستاهل فوق 80. 150 صار عندك صح؟ 68 140 عفوا. تكمل ولا بتنسحب؟ بقول الثالثة ثابتة ونقول يا رب. بسم الله بكمل آخر مرة. برصيدك 40 ريال. 140 ريال، ممتاز يا رب. آخر مرة يا رب أنت رب. للأسف يا حميد، للأسف الشديد. الحمد لله على كل شيء. ربحت معنا 30 ريال وصار برصيدك 170 ريال. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. حميد بتكمل ولا تقول في صورة بسوي سكيب؟ اسمع ها، خلينا بنسحب الآن يعني، ما دام رب أعطاني فرصة والحمد لله انجيت منها، وأقول بوقف. حميد يعني توثق فيني ولا ما توثق فيني؟ أثق فيك يا أبو مشواح. كمل هذه هالمرة. والله أنك تبشر لعيونك فداك يا بعد قلبي. ربحت معي 20 ريال وصارت 190 ريال برصيدك.
اسمع والله خلاص شكلي طمعت كبير. يلا يعطيك العافية، ربحت معنا 190 ريال وكل عام وانت بخير يا حميد. لو كمل بخير، لو كمل يا اخوان الاريك والاشتراك واللايك يا بعد قلبي وصلاة على النبي. اللهم صل ولا تنسون. والله يا رايد شوف انا بقول لك شيء، انا من العراق اوكي. الله يحييك. وانا شوف صراحة كنت ما بصلي حلو، لكن والله العظيم لما بديت اتابع كنت شيخ نايف قبل رمضان، والله العظيم بديت اصلي وبديت التزم بالصلاة ولله الحمد، فضل الله ثم لك. الله يثبتك يا رب، يثبتنا على الدين يا رب. امين يا رب. الله يصلح قلبك ويسعدك، ترك على اجر. امين يا رب العالمين. والله دام بدعي للجميع، جميع المسلمين، الله يجزاك جنات الفردوس يا بعد. الله يحييك. طيب كم ربحت معنا؟ ربحت معنا 190 ريال زياده 100 ريال، ربحت معنا 290 ريال. الله يسعدك. الله يسعدك، اللهم لك الحمد، وكل عام وانت بخير وانت طيب يا حبيبي. طيب اللهم لك. خلينا نشوف الجوكر وينه. صاير هنا الجوكر، تشوفونه معك فيصل بن تركي. ونعم ونعم وستين نعم يا فيصل. خلطنا الورق، ابد اخلط بيدي وقل لي بس. اوكي بس وقفنا هنا وهذا الورق. بسم الله. طيب يا فيصل، اول كرت ربحت معنا 30 ريال، تكمل ولا تنسحب ولا تسوي سكيب؟ اذا حسيت انه صوره سوي سكيب. بسم الله ونكمل. نكمل. ربحت معنا 70 ريال وصار برصيدك 100 ريال، تكمل تنسحب سكيب؟ نكمل بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، والله اتخذ القرار عندك كذا ما شاء الله. طيب ان شاء الله. فيصل ربحت معنا 100 ريال وصار برصيدك 200 ريال، تبارك الله. لا تكفى والله العظيم، الى الان معك 200. فيصل الحمد لله. الورقه الجايه تحس انها صوره تسوي سكيب ولا تحس ان حظك ماشي رقم؟ انا صراحه ما طماع، لكن كذا يعني نقول انه كفايه يعني اكتفي بقدر الله. يعني تكتفي؟ اي نعم اكتفي. اصمل اصمل مني هالمره، اصمل خذ واحده. ما ردك، بسم الله توكلنا على الله. يلا ربحت معنا 40 ريال وصار برصيدك 240 يا فيصل. فيصل الورقه اللي بعدها انا بس بشوفها. شفتها، هل بتكمل ولا بتسوي سكيب ولا بتنسحب؟ بسوي سكيب. بسوي سكيب. بتسوي سكيب؟ اخر قرار. ايزي سكيب سكيب. فيصل سويت سكيب ب 90 ريال. الحمد لله خير خير. الحمد لله خير. خراب يا رب. طيب الحمد لله. بتكمل ولا تنسحب؟ انا اقول الله يجزاك خير، كثر خيرك. والله ما قصرت يا رايد حبيب. حبيب يا تاج راسي يا حبيبي. وراسي تستاهل يا خلاص. حبيبي وش اي خلاص، الله يديك العافيه. كل عام وانت طيب، ربحت معنا 240 ريال. بيوديك داحم فوق وبيبي بياناتك بعد شوي، يجيك حواله باذن الله يا فيصل. كل عام وانت بخير يا حبيبي. بس بعلمك يا فيصل، لو كملت اللعبه بتربح 100 ريال اللي بعدها، واللي بعدها بيطلع لك صوره، ولكن ودي اشوف الجوكر وين. الجوكر هنا آخر. الحمد لله. يلا ما عليه، الف مبروك يا حبيبي. حبيبي حبيبي يا هلا. يلا يعطيك العافيه. بكره العيد صح؟ ممتاز صح. وهذه عيديتك ال99 وال33، تعرف الفكره صح؟ ايه طالع شايف الجوكر. 100 ولا 500؟ 500 ريال. اسالك بالله، قسما بالله العظيم انت جيت. بس هذا الورق قدامك. حلو. اول ورقه. حلو. اول ورقه سكيب، اذا طلعت صوره سكيب. حلو. الورقه الثانيه بسم الله. كم؟ 100 ريال. اسالك بالله، اقسم بالله ربحت 100. طيب حلو. الحين 100. حلو. الحين اذا طلعت لك صوره بتخسر ال 100. ايه. اكمل؟ كمل كمل. طيب كمل. الصوره صوره صوره او رقم بسم الله. يا رب جوكر، يا رب جوكر. ليتس جو. 550. 150. أكمل. 50 ريال. ربحت 200 ريال يا زياد. طيب بتكمل عجرة صورة، يمكن يطلع لك جوكر 500. والله يمكن صورة تخسر ال 200. بتكمل. أنا يا غناة الذيب ولا فقرة. زياد 200 ترى طيب والله. كمل الورقة يا زياد. تكفى. كم؟ 60 ريال. 260. 260. زياد عدوة فرفرة. أنا أقول لازم طيب تنسحب. ما راح أنسحب، أقدر أسكب. طيب ايه. أقدر أشيل الورقة هذه ما بيها؟ إي تقدر تشيل. سكب ولا؟ سكب هذه. أحس إنه جوكر، شوف ثقيلة. تكفى أنا بشوفها. تكفى. تكفى. يا رب طلعت صورة. طيب بتكمل ولا لا؟ بكمل. لا زياد بكمل، مدام هذا
ترى شوف مالك سكب الحين، يا تكمل يا تنسحب. بكمل. 20 ريال صارت 280. 80 زياده 280. كمل. حلوه ترى، ابي اشوف انا اول شيء. ها كمل. 20 ريال وصارت 300 ريال، يا محظوظ. 300 انا كله. والله انها حلوه جدا مره، حقت يومين جدا، حقت بنزين وبنزين. ايوه ها بدي اشوف هذه تكفى. ما ادري تكمل ولا لا. لا 300 طيبه مره. جوكر وقفت انا مره. ايه وقفت. خسرت مفروض 70 ريال. وش بعده؟ اللي بعده وش 90 ريال. اللي بعده 70 ريال. اللي بعده ولد سبعة. الحمد لله. الجوكر وين؟ اسخندر جوكر. اعرف حظي مزبنا. لا تحت. بس واحد جوكر واحد؟ اي جوكر واحد، انطلع لك 500 ريال. ايه؟ ابى اخبص وقل لي بس. طيب. بس. وقفت. حلو. اول كرت. طيب اول كرت سكيب. لا ما في سكيب، مو الحين، اول كرت لو طلعت صوره نكمل. اوكي يلا. صوره. سكيب قلتك صح؟ خلاص. اشم ريحة الليلة. ايوه. الصورة. الحين لك سكيب واحد. حلو حلو. اول كرت يا ركان. ها ابى اشوف انا. لا ما تسوي كذا رايد. ربحت 40 ريال. ياس ياس ياس. لو انها اكة. طيب دولار 40 ريال. ريال اوكي اوكي. دارت وجه الغني 40 ريال. ايش تسوي دي؟ تسوي شيء كثيره. اوكي بسوي فيها جيف اوي. يلا سكيب ولا تكمل؟ بكمل. تكفى تكفى. 50 ريال. صار معك 90 ريال. حلو. كمل ولا سكيب؟ باخذها باذن الله طبيعيه. يعني تاخذها؟ اي باخذها. ركان اخر كلام. اخر كلام؟ ما تسويها رايد صح؟ لا ما تروعني. اخر كلام ركان. ما تروعني تقبل. ايوه اخر كلام. دقيقه. صوره. ها صوره. سكيب. اخر كلام. باخذها باذن الله. بسم الله. ركان. ركان. ركز مي. ها. من جديد مي. اوكي تاخذها ولا نسوي لها سكيب مع هذه؟ يا اخي انا قلت لك صوره. طيب اشوفها. فتم سكيب. عاد اخر كلام. اخر سكيب. كلام اخر كلام. ياس ياس والله انا قلت لك ورب الكعبه صوره. يا رجل وترتني الحين معك 90 ريال، تنسحب وتاخذ 90 ولا تكمل؟ لا طبعا 90. لا طبعا نكمل اكيد. بوصل 1000. 30 ريال. اللهم لك الحمد. الحين معك 120 ريال. ممتاز. طيبه نكمل وتنسحب. اللي بعده او باخذها. ربحت 20 ريال. ياس صارت 140. الحمد لله. تكمل ولا تسحب؟ 140. لا بكمل طبعا. مين؟ لا ركان يمكن ابى اكمل. شم شم. طيب شم شم. كم رصيدك؟ 140. لا صفر. صارت 240. والله ياس ياس ياس. اللهم لك الحمد. طيب ركان خلينا نشوف هذه انا. طيب حسابك 140. 240 260 صار. والله والله 260. خلنا نشوف هذه. ها قول لي تكفى. الورقة يا ربي. يا الله 50 ريال ورفعت العيد 260. اللهم لك الحمد. قايل لكم يا عيال ثقة بقلب الورق. ارفع ارفع. 60 ريال. ربحت 320 ريال الان بصيدك. خلنا بشوف انا اللي بعده. خلنا نشوف. واو خلنا نشوف اللي بعده بعد. واو تستاهل صح؟ الله اكبر. عطني اول ثلاثة. لا ركان انا اول ثلاثة، واحدة منهم صورة صفر، انا انسحب برا بطلع برا. يعني تبي اول ثلاثة؟ اول ثلاثة عطني. كلمة رجال ولا؟ كلمة رجال اي والله. رصيدك كم؟ 320 و20 وثلاثة وبنسحب. زايد 50 ريال. 370 زايد 40 ريال. والله اني قلتها 410. انا قلت ثلاثة وعطيتك كلمة غصبا عنك صح. اوه ركان سلام عليك. سلم علي. كان برصيدك 340 صار صفر للاسف الشديد. زايد 50 ريال. ياس كنسل كنسل قلبي قلبي. ربحت 30 ريال يا عيال. يا عيال اللهم لك الحمد. يا عيال اقسم بالله العظيم انه اكثر واحد محظوظ انت ورب الكعبه. يا جماعه الخير ما سويت بالورق اي شيء والله العظيم. ما لخبطت بالورق والله يشهد علي اني ما لخبطت بالورق ولا ها ولا اي ورقه. الحمد لله اللهم لك. وش الحظ ذبحني لغه الجسد. اربع
70 ريال ربحت يا ركان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طفرنا والله ولا طفر طفر. هاي مامي ابي فلوس ربط البنك حقي تحت. اخر كلام صوره للاسف يا سبك، للاسف يا سبيكه، فعلا خسرت صوره. ياس الله يا المحظوظ. ياس الله. انه صورتين ورا بعض اقلها، اذا مره بتنحشر الصور فبيكون بعد هذه صوره، فانا باخذ دي 70 ريال حسبي الله. 70 ريال ما راح اسافر، ما راح اعيد. بتعيد معي ان شاء الله. كل شيء على حسابي، كل شيء على حسابي، كل شيء على حسابي. شباب بعد ركان ما راح اجيب احد، والله كنت بجيب ناس بعدها. اي والله بختم. اي بعد ركان ما راح اجيب احد، والله ما راح اكلم ولا واحد من العيال، بكلم المتابعين. انتم متابعين تستاهلون والله العظيم. قول اقول لك شيء، ربحت 80 ريال. انا قمك، انا قمك. انا مضطر اني اوقف صراحه، فلوسي مره كثيره، ولكن مضطر اني اكمل. اخر ورقه يا حي يا قيوم، اذا جاء لا 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 انها تطلع صوره. لا رايتك بتكفى. دقيقه انا بقرر بكمل. 90 ريال. انا والله فلوس كثيره اقسم بالله. يلا كمل. لكن قلبي يبي الجوكر. ايوه ويبي الاكه. أيوة. حرام كل هذه، كل هالارقام ولا واحده جوكر ولا اكه. هذا الجوكر احس، هذا الجوكر تحس والله ما اخسره. طيب. والله وتالله اني في هذه اللحظه اعلن انسحابي والقنك، حتى لو جوكر والله ما فرقت معي، حتى لو جوكر. وش والله انت لعب اقول انقلع من بلعب. يلا من بلعب. يلا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذه دعوة الوالدين، فعليك ببر الوالدين. أسأل الله أن الله يرزقنا برهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل صياح راي. الحمد لله على كل حال، هذه الدنيا محظوظ.